مساء الخير على عشاق القلعة الحمراء نادي القرن العشرة يا أهلي. يوم السبت اللي فات كان في إنجاز ما بعده إنجاز حققته كل المنظومة في النادي الأهلي. إنما النهاردة قبل ما أبدأ كلامي وأقول إن إحنا قلنا للجماهير الحلقات اللي فاتت افرحوا لأن اللي جاي كمان أكتر في الفرح إن شاء الله، النادي الأهلي بقى مصدر للسعادة. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة، لأن أنت عارفين أنا بطلع كل يوم سبت، فالمكسب ده بقى له أسبوع، فأنا طبعا أنتوا وحشتوني من السبت اللي فات، عشان كده لازم أبدأ حلقة النهاردة بفرحة. الفرحة دي جماهير النادي الأهلي يستحقها، مجلس الإدارة يستحقها، اللاعبين والجهاز وكل المنظومة كلها. افرح يا أهلي.